السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل سلطة الحمص. سلطة الحمص سهلة جدا، ما بتاخدش وقت خالص. انا كان عندي حمص مسلوق في الفريزر وطلعته قبلها بيوم عشان يفك واعمله سلطة، ويبقى سهل معايا لما اجي اهرسه في الكب. اول حاجة عندي الحمص، زي ما قلت لكم هو كان في الفريزر ومسلوق اساسا، فكان طري جدا وسهل معايا اني افرمه. بس طبعا لو انتوا بتسلقوه طازه اسلقوه كويس جدا جدا. بعد كده هرسته في الكبه زي ما قلت لكم، حطيته في طبق، وبعد كده هحط عليه طحينه بالتدريج. يعني ما تحطوش الطحينه مره واحده غير لما تظبطوا الطعم. الطحينه والليمون عامه انا بحب في البابا غنوج او سلطة الحمص او حتى سلطة الطحينة نفسها، اني احط الحاجات بالتدريج مش مرة واحدة علشان الطعم يظبط معايا زي ما انا بحبه. حطيت برضو عصير نص ليمونة وحوالي 4 معالق زيت زيتون، ده زيت زيتون غامق شوية. وحطيت كمان 3 فصوص او 4 فصوص ثوم مهروسين، وهحط بهارات عادية، ملح وفلفل وكمون وشوية شطة صغيرين وشوية بابريكا. هقلب كويس جدا، وبعد كده هزود ليمون تاني لاني دقتها لقيتها محتاجة ليمون قبل ما احط التوم، فزودت التوم زي ما الليمون زي ما قلت لكم بالتدريج. هحط بقى البهارات، فلفل اسود وكمون وملح طبعا وشوية شطة صغيرين وشوية بابريكا، وطبعا اقلب كويس جدا. لقيتها محتاجة طحينة تاني فزودت طحينة تاني، طبعا حسب الكمية اللي انتوا بتعملوها وحسب ما انتوا بتحبوا الطعم. بس هو ما بيحبش طحينة كتير، يعني احسن حاجة انه يبقى الطحينة بتاعته مظبوطة، لا كتير قوي ولا قليل قوي. وحطيت رشة بابريكا، وبرضو زودت زيت زيتون تاني في النص كده، وحطيت على الوش برضو زيت زيتون. برضو لقيتها محتاجة تاني فزودت لها ليمون. طول ما انا بعملها لازم ادوقها علشان اتأكد ان الطعم كله مظبوط وان كل حاجة فيها زي ما انا بحبها. انا بحب الليمون كتير شوية والطحينة قليلة شوية، وده شكلها كده بعد ما خلطناها كويس جدا. وبعد كده حطيتها في الطبق، حطيت على وشها زيت زيتون ورشة بابريكا، وده شكلها في الاخر. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا وعجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو حابين، وتفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.